رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا متابعتنا لانتقالات الميركات ومش كان في الفوت، ايضا في الهوند كما حكينا على انتقالات عديد اللاعبين، ايضا نادي ساقية الزيت ينتدب الجناح ادم الماجد اللاعب السابق للترجي، من كذلك اللاعب السابق للسيابي موجود معنا بالتليفون باش نحكيو اكثر مع ادم. ادم اهلا بك. اهلا بك خويا سلام، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس. تحيه ليك خويا والكامل فريق اكسبريس افام. مرحبا بك ادم. دونك تجربه جديده مع نادي ساقية الزيت، لو كان تحكي لنا اكثر عليها. والله المفاوضات بدات من عمناول وما كتبش ربي، وشني قعدت انا وكيل اعمال وائل بن عزيزه وتم الاتفاق، حتى كي مشينا للصفاق اسمها مفاوضات ما سي خليل شتور وما دامتش برشا، كان كل شيء مسهل الحمد لله. انت عمناول مع السيابي عديتو؟ اي مع النادي الرياضي بن زرتي. وعقدك انتهى دونك هذاك كانت سهل الامور؟ اي كان العقد انتهى، كان موسم ناجح. تحية للنادي الرياضي بن زرتي الناس الكل. باهي، كيفاش انطلقت المفاوضات؟ قلت من عمناول، كيفاش كلموك هاد؟ والله الاتصال كان مع وكيل الاعمال كما قلت لك وياد بن عزيزه، قعدنا مع بعضنا وحكينا وبعد ما كتبش ربي. كلمني وائل بن عزيزه قال لي راهو حكينا هكا وهكا مشينا تفاهمنا خويا هكا، والحمد لله خويا ان شاء الله يكون موسم ناجح مع نادي ساقية الزيت. للي ما يعرفوش برشا هذه، ما انت ظهر لي لعبت كنت في الترجي الرياضي التونسي؟ لعبت في بديت تكوين في اتحاد منزل تميم، ومن بعد انتقلت في صنف الصغر للترجي الرياضي التونسي، ومن بعد كانت مسيره سنتين في صنف الاكابر، تواجد فيها بطولة وبكاس تونس وشاركت في البلوب، ومن بعد رجعت عاود خرجت وفي المكتب في الترجي الرياضي التونسي. ما لقيتش حظك كما يلزم في الترجي ولا كيفاش؟ والله هذاك نقولوا مكتوب ربي خويا، هذاك الحظ ولا مكتوب ربي، ان شاء الله خويا نرجع نهار اخر للترجي الرياضي التونسي من باب الكبير، الترجي جمعية كبيرة واي جوار يطمح يلعب في الترجي الرياضي التونسي. دونك حتى نادي ساقية الزيت ايضا اصبح من الفرق الكبار حاليا في تونس تقريبا. هذا علاش تم الاختيار على نادي ساقية الزيت، كان فما عروض اخرى، لكن شفنا البروجي سبورتيف وانت تعرف سلام خويا نادي ساقية الزيت عمل بريستاسيون باهية العوام هذي. هيك علاش خويا واحد يخمم في الكارير نتاعو سبورتيف، دونك كان احسن اختيار هو نادي ساقية الزيت. كيف ايضا برشا ملاعبيه سواء رجعوا من ساقية الزيت سواء مشاو للمنتخب كيما وائل المزوغي اللي كان معك في الترجي، كيف وبعد مشى للمنتخب شارك حتى في بطولة العالم، كيف اشرف في المنغلي من ساقية الزيت للترجي، علاش لا ادم عندك نفس الطموحات؟ ان شاء الله كما قلنا نادي ساقية الزيت هو يحل الباب برشا جوارات خويا باش يطوروا في مسيرتهم، كما قلت انت وذكرت اللاعبين هذم مروا بتجربة في نادي الرياضي ساقية الزيت ولقاو حظهم خويا باش يرجعوا لكيب ناسيونال ويلعبوا. واضح، يعطيك الصحة يا ادم، بالتوفيق ان شاء الله. عايشك سلام، ميرسي بوكو خويا، ربي يوفقك ويعطيك الصحة. عايش يعطيك الصحة. شكاين هذا لاعب سابق للترجي كيف نادي البنزرتي ادم الماجد، كنا حكينا على انتقاله لنادي ساقية الزيت، تقريبا اليوم باش تنطلق التجربة مع الفريق هذا. مازال مواصلين في فير بلاي، موزيكا وبعد